الوقت اللي خدناه في إمضاء الكتب والصور، فمش قادر على هذا الكم الضخم من النتائج. ممكن يروحوا معايا الدير واجيبهم لكم ومضيين يعني. لكن النهاردة أعتذر عن هذا الأمر. وصل معنا النهاردة اللي شفتوهم الضيوف مجموعة من النرويج، نورويج، نحييهم جميعا. بعدين أولف عليه واحد بيقول العيد هذا العام 8 يناير، فليلة العيد 7 و8 حيث 29 8 يناير، هنعيد 7 و8 مع بعض. 7 لأن احنا اعتدناه، و8 يناير لأنه 29 كيخ، يبقى العيد عيدين السنة دي. ولو 29 كيخ صادفت 4 أو جمعة يبقى فطار، لأنه هو العيد الأصلي. واحد بيقول أب كاهن ناول الجسد الكريم للشمامسة وحرمهم من تناول الدم عقوبة لأنهم تكلموا أثناء القداس، هذا الكاهن ينبغي أن يعاقب؟ فيش حاجة يناول الجسد وما يناولش الدم، ينبغي أن يعاقب، وإن عرفت اسمه عاقب. بيقول ما رأي قداستكم في أطفال الأنابيب والآية اللي تقول ثمرة البطن عطية من الرب؟ هو مغير الآية شوية، والبنون ميراث من الرب. ما هو طبعا حتى اللي في الأنبوبة من ثمرة البطن وميراث من الرب، لأن لما ياخدوا حيوان منوي من الرجل سبيرم يعني مع بويضة من المرأة، يعني بتتم في حدود الزواج يعني. بس هي وسيلة بشرية يعني، الانتقاد الوحيد إنها وسيلة بشرية مش وسيلة إلهية، لكن ما بيلجأ لهاش الناس غير بعد ما يكونوا تعبوا من الانتظار وما جالهمش عيال. واحد بيقول ما معنى قول بولس الرسول عن زاني كورنثوس أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد؟ هي الكلمة اللغوية الصحيحة لإهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب، يعني يعذبه في جسده زي ما الشيطان عذب أيوب في جسده، لكي تخلص الروح في يوم الرب، لعله من هذا العذاب يرجع إلى الله بالتوبة والندم، وهذا ما حدث فعلا. راح
واحد بيقول أرجو أن تقبل اعترافي لأني مشتاق أن أعترف إليك، وأنا ما أعرفش هو مين، وعرفت الكلام اللي بيقول. ده أنا في آباء السقفة بيعترفوا علي ومش لاقيين وقت، مش بس أسس عادية، مشكلتي مشكلة الوقت. لكن الأخ ده يعني لو تاب وبطل اللي بيعمله يبقى الله يحله. برضه ناس بعتين من أجل بتوع الخطبة، لسه ما زال المجلس الدكليريكي بيبحث، اللجنة المجمعية للرهبنة بتبحث الموضوع. واحد بيقول أرجو تفسير هذه الآية عند اقتراب 2000 سنة يحسون الوقت قريب. دي آية دي جت فين يا ابني؟ ما أنا ما عنديش فكرة عنها، يا ريت تبعت لي الشاهد بتاعها عشان أشوف إن كان في يعني. واحد بيقول أقترح أن تعمل دائرة تلفزيونية في كنيسة الأمبرويس لاجتماع قداستكم حتى يتسنى لكبار السن الحضور أو المعوقين، حيث إن السلالم الكاتدرائية كثيرة وممكن تكون متعبة لهؤلاء. وإحنا كنا بنفكر نعمل رامب كده، يعني حتة تمشي سلوب من غير سلالم وتطلع عليها العربية، سواء كانت عربية قيادية يعني موتور كار، أو إذا كانت عربية فيها واحد. برضو في غالبية الأماكن في الخارج وفي بعض كنائسنا موجود الحاجات للمعوقين، حتى تمشي سلوب كده لغاية لما يطلع ويخش. بنفكر نعمل دي هنا علشان المعوقين. هو السلالم كتيرة فعلا، لأن من الناحية دي 27 سلم، 9 × 3 = 27، ومن الناحية دي 27 برضو 13 و 14 مرتين. ما الواحد كل ما بيكبر في السن بيعد السلالم. لكن نشكر ربنا يعني ماشيين طبيعي. واحد بيقول أنا اسمي فلان من المنيا مطاي، عايز أقابلك في موضوع سر. هتقابلني ازاي يا ابني في الزحمة دي؟ ممكن تكتب لي اللي انت عايزه بالظبط وتكتب لي عنوانك، بيقول ليس عندي تليفون، وانا اشوف لك الموضوع. اصل يعني الشعب بتاعنا مع محبته الكبيرة عنده غيرة، لما يلاقيني قابلت واحد يقول وانا كمان، لما اكلم واحد الاقي طابور وانا كمان. فلو انت جيت الاخ بتاع مطاي ده يعني هتقابل، هيقول واحنا كمان. واحد بيقول ما هي خطوات اختيار الزوجة المناسبة وكيفية التعرف عليها؟ هو المهم ان صاحب السؤال
يكون هو أيضا زوجا مناسبا. البنات كتار ممكن تعرفهم عن طريق العائلة، أو عن طريق العمل، أو عن طريق الأنشطة المتعددة إذا كنت تشترك فيها، أنشطة ثقافية أو اجتماعية. ممكن دي أولا تشوف. طبعا في كل هذا بتاخد بالك من الشكل، فإذا تكلمت هتاخد بالك من العقل، العقل والدم مع بعض. الكلام بيكشف الإنسان، بيكشفه إن كان عقله كويس ولا لا، وبيكشفه إن كان دمه مقبول ولا لا. والحالات الاجتماعية المتعددة يعني ممكن، وممكن عن طريق الكنيسة إذا كانت الكنيسة فيها نواحي مختلطة. وبعدين معرفة المرأة المناسبة بتكون في فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة. يعني في ناس بياخدوا فترة تعارف قبل الخطوبة في محيط العائلة، وبعدين يخطبوا، وبعدين تبقى فترة أيضا للمعرفة. واحد بيقول كنت في أوقات امتحاناتي نادرت نادر لكنيسة الشهيد ماري جرجس والعدرة وظروفي ما وفقتنيش، هل من الممكن إني أؤجله إلى أن ظروفي تتحسن؟ ما دام وعدت ربنا وعد لازم تنفذه. وأنا أخشى إذا أجلته الحكاية تتلخبط تاني. الندر تنفذه لا تغيره لا تؤجله. واحد بيقول في إحدى الأسقفيات صدر قرار بعدم الزواج إلا للمعترفين لمدة 6 شهور، هل هذا القرار من الأسقف ولا من المجمع المقدس؟ لا، من الأسقف. وربما يقصد أن يكون من المترددين على الكنيسة وله حياة روحية. نيافة الأنبا مرقس بيقول بيطلبوا من الكاهن شهادة خلو موانع، فلازم يكون يعرفه عن طريق الاعتراف عشان يديله شهادة ولا لا.
طب وش معنى 6 شهور؟ ما ممكن بالاعتراف اسبوع اسبوعين يعرف الحكاية دي. كما ان الكاهن لما بيجي الواحد بيعترف يعني ما بيخشش في الموضوعات دي بتاعت الزواج مرة واحدة. هو ممكن في حالة الزواج يبقوا يسألوه ويشوفوا حكايته ايه من خلو الموانع، ويسألوا عيلته ويسألوا الجيران. واحنا دايما في الخطوبة بنعلق اعلان في التابلو بتاع الكنيسة نقول على الخطوبة فلان لفلان، فاذا كان في عوائق ممكن ناس يقدموه، يعني الغرض منها هي كده. واحد بيقول كيف نهزم شيطان القلق؟ القلق ممكن يكون له أسباب حقيقية وممكن يكون له أسباب وهمية. أسباب وهمية زي مثلا أم ابنها يتأخر شوية على البيت، تقلق، تفتكر حادثة حدثت له، تفتكر ناس خطفوه، تفتكر خدته بنت الحلال ومشيت، يعني تفتكر أي حاجة وتفضل قلقانة. دي من الأسباب الوهمية. وفي أسباب تانية من القلق، زي واحد تكون عنده رغبة والآن هتتحقق ولا ما تتحققش. زي مثلا الأخ عبده مشتاق، هيفضل قاعد زعلان والآن لغاية لما الحكاية تنتهي. رغبة. أو تلميذ لسه ما ظهرتش النتيجة يقعد الآن لغاية لما تظهر. لكن برضو القلق فيه شيء من عدم الإيمان، وفيه شيء من أن النفس ضعيفة. النفس القوية ما تقلقش أبدا. الواحد جامد كده زي ما قال داود النبي: وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. الاطمئنان عكس القلق. الإنسان اللي بيخلق إنسان غير مطمئن ويتصور مشاكل كثيرة. بالإيمان ممكن يستريح، وبالعقل ممكن يستريح، وبإعطاء فرصة للمشاكل انها تتحل فيها ممكن يستريح. انسان عنده مشكلة يفضل قلقان من اجل المشكلة. لازم نعرف هل القلق هيحل المشكلة ولا لا. مش ممكن القلق هيحل المشكلة، لا. لازم الانسان تكون اعصابه قوية، تكون أعصابه قوية، تكون نفسيته قوية، يكون عنده إيمان، يكون لا يستسلم للوهم. في مرة من المرات زمان زمان، يمكن سنة 64 أو 65، 64، كنت بروح في أبروشية الدقهلية، وكتير كنت بروح ميت غمر بالذات.
وساعات كنت اروح اسبوع نهضة، فالعظات تبقى بالليل والنهار فاضي، ففي النهار يقول لي الناس كتير يعترفوا علي. ده الكلام ده من سنة ايه؟ 64، يعني من ايه، من 35 سنة. الحل اللي بقولها دي تبقى راحت وانتهت. بنت تيجي تقول انا قلقان، قلقان ليا بنتي، جاني كذا عريس ومشي، وبعدين قالت وجاييني واحد تاني، فانا قلقانه قلقانه قلقانه، يا ترى هيمشي ولا لا؟ قلت لها يا بنتي لو انت تفضلي قلقانه يشوفك قلقانه هو ده اللي يخليه يمشي، فامسكي اعصابك ونفسيتك وما تقلقيش. لكن في بنات كتير كده، اذا جه العريس ومشي وجه واحد تاني ومشي، يخش القلق في نفسية البنت، يا ترى التالت هيمشي، يا ترى الرابع هيمشي، الناس يقولوا علي ايه كل ما واحد يجي يمشي. وبعدين في ناس يزداد بيهم القلق فيقولوا لازم معمول لي عمل. عمل ايه يا بنتي؟ امال بيمشوا الناس دول ليه؟ معمول لي عمل دي من الاسباب الوهميه، من الاسباب الايه؟ الوهميه. لازم الواحد تكون نفسيته قوية وأعصابه قوية وفكره غير مضطرب، وبهذا لا يقلق، وإيمان، يكون عنده إيمان أن ربنا يحل الموضوع. كنت عايز أقول لكم حاجة عن التراتيل، حاجة عن التراتيل. بقول حاجة على التراتيل لأن النهاردة ما فيش عندنا خورس من إحدى الكنائس، أحسن يفتكروا إن أنا بقول عليه، ما فيش. قولوا لنا ما هي أفضل التراتيل اللي انتوا بتحبوها؟ في كتير منكم من الخدام والخادمات، يا ريت يقولوا لنا أحسن التراتيل اللي بيحبوها، ولو يسجلوها على كاسيت بتاع ريكورد، وديهم ثمن الكاسيت، يعني ما دي بسيطة. ايه احسن التراتيل؟ ويا ريت الموضوع ده ايضا يوجه الى الكنائس والاباء الكهنه، يقولوا لنا ايه احسن التراتيل اللي بيعجب بها الناس، ونجمع الحاجات دي. واحنا نشكر ربنا عندنا اجتماع ممكن ان يساعد على نشر هذه التراتيل التي يحبها الناس. لكن لما تكون ما فيش غير تراتيل معينة هي اللي بتتقال، الناس هياخدوا عليها، وبعدين يقولوا عايزين حاجة جديدة. فلكي لا تلومونا ساعدونا على حل هذا الإشكال، واحنا مستعدين. اذا كانت كنيسة عندها مجموعة كويسة من التراتيل، نفسح لها يوما في هذا الاجتماع تقول لنا التراتيل بتاعتها. ومنتظر اشوف ايه اللي هيجيب.
وخصوصا من الكنائس اللي فيها فرق كورال يعني بتحفظ كميات كويسة من التراتيل اللي بينبسطوا منها الناس، ونكون مجموعة، لأن موضوع التراتيل لا يحل بالطريقة السلبية إنما بالطريقة الإيجابية. إيه الطريقة السلبية؟ الطريقة السلبية يقول له التراتيل مش عجبان، يقول له التراتيل مش أرثوذكسية، يقول له التراتيل متكررة. لكن الطريقة الإيجابية يقول لنا إيه التراتيل الكويسة اللي بيحبوه. ناس بعتن لي كتاب اسمه قيصارة حب، فيه تراتيل. المهم مش كتاب فيه تراتيل، عندنا عشرات الكتب فيها تراتيل، المهم النغمة اللحن، الإيقاع الموسيقي، وإيه مدى محبة الناس ليه. لكن تجيب لي كتاب فيه تراتيل من غير ما أعرف إيه الطريقة بتاعته، في طبعا حاجات محفوظة عارفين طريقتها، لكن في حاجات تانية مش محفوظة، وفي حاجات قديمة بقى معرفش جابوها منين. يعني زي بيقول ايه، زي ما يقولوا رشوا الورد يا صبايا، رشوا الورد مع الياسمين، دي اصلها اغنية شعبية قديمة، اصلها اغنية شعبية زي اغنية يا نخلتين في العلالي وبلحهم دوت. بتضحكوا على ايه؟ انا اول ما اتربنت في دير السريان العامر ادوني وظيفة امين المكتبة، فكنت بدعبس في الكتب عشان اعمل لها كارتات وانظمها، فمن ضمنها كتب ترتيل قديمة فيها الحاجات اللي بقول لكم عليها، في ترتيل مش عارف ليه تبكوا عليا وابني رايح الجهادية يعني في الجيش. يعني في تراتيل بيعملوها على وزن أغاني شعبية، طبعا الأغاني الشعبية تطورت غير الأغاني بتاعت زمان، وهذا ما تقول فيه برضو بتاع يا الصبايا ده. ومختارين شوية تمجيد وشوية ألحان كويس، يا ريت الكنيسة دي اللي بعتت لنا الكتاب وأشكرهم على هذا، وهي كنيسة من الكنائس المشهورة جدا في شبرا، تبعت لنا كاسيت عليه أشهر التراتيل اللي بيحبوها، وبخاصة لو كانت تراتيل بنغمة وحاجة جديدة يعني. لكن هنقعد طول عمرنا نقول يا سايح للقى يسوع، أو نقول زي العصفور ما وجد بيته. شوف أنا ما بقولش مش حلو،
انا بقول ما تكونش حاجات متكررة، حاجات ايه؟ طب والاباء الاساقفة اللي حاضرين معانا وليهم ابروشيات، كتاب يا سيدنا ما يقولوا لنا محتاج لكتاب، كتاب الناس ما لهاش كتب، لو في كتاب من صفحة كذا كل الشعب يقرأ. المعلم ابراهيم بيقول لازم كتاب نكتب فيه وبعدين نقول للناس صفحة كذا فيقولوا معانا. الكتاب ده يكون نمرة اتنين، لكن نمرة واحد ايه التراتيل اللي نختارها وتتحط في الكتاب؟ ما هو ياما تراتيل محطوطة في كتب، لكن عايزين نقول ايه التراتيل الكويسة المحبوبة اللي تنشط الاجتماعات. ما في اجتماعات عند البروتستانت يمكن لا تنشطها العظة انما تنشطها التراتيل، فنشوف التراتيل وبعد ما نعرف التراتيل نبقى نطبعها في كتاب ونقول صفحة كذا. فحكاية الكتاب دي نمرة اتنين، لكن جمع التراتيل نمرة واحد. أظن الكلام ده يعني كفاية، والآباء الأسقفة برضو يشوفوا لنا إيه اللي عندهم من التراتيل، والآباء الكهنة اللي معانا يقولوا لنا إيه. عندنا كمية كبيرة من الآباء، عدد كبير من الآباء الكهنة جايين من ملاوي، يعني نحييهم كلهم بتوع ملاوي. قولوا لنا برضو التراتيل الكويسة اللي عندكم، سواء كانت تراتيل صعيدي أو تراتيل عمومية كويسة، وثقوا إن احنا ننبسط منها. ابعتوا لنا نيابة الأنبا ديمتريوس موجود. أنا عارف بتديهم حاجات ألحان باللغة القبطية، لكن إذا كان في حاجات عربية يبقى كويس. نعم؟ حاجات عربي على ألحان كنسية يعني. طب كويس. أريهو شاسف عملنا ترنيم عربي على نفس اللحن. طب ما كويس برضه. يعني بيقول حاجات باللغة العربية محطوطة على لحن كنسي. طب ما زي بتاعت يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح محطوط على باشو يسيسوس بن كريستوس باسو تيرن أعباسو، يعني ماشي على لحن وبيتركب عليها العرب، فما عندناش مانع تقدموا لنا شيء منه. وانتوا عندكم شبرا اللي خيمه كتير نشوف. انا صدق عيني اكتر من وداني، فلو كان عيني ووداني مع بعض تبقى حاجة تمام. مظبوط. نعم 64 فريق كورال. طب ده لو كل فريق جاب لنا ترتيلة تبقى حاجة تمام. طيب انا بشهد عليك الناس دول كله. طيب ابو بطرس ما عندوش تراتيل ولو للمعوقين يعني. اصلا عنده بيت المعوقين عقليا، لو جاب لنا ترتيل من تراتيلهم تبقى حاجة ملحة وسط التراتيل التانية. تجيب لنا والباقيين كلهم. حلوان عندها تراتيل، هات برضو اللي تقدر تجيب، اللي تقدر تجيب. وأنبا يؤنس بيمر على كنايس، أنبا مرويس بيمر على كنايس كتيرة، اللي يعجبك من التراتيل دي سجلها لي وقول لهم ابعتوها لفلان وتبقى وسط خير. نهايته ان شاء الله برضو في كل اجتماع هيجي لنا شوية كاسيتات
بشوف على كنيسة الطهيرة سيدي. أما نشوف. أو جابوا لي رش الورد يا السرايا. طيب نكتفي بالكلام عن التراتيل ونخش في المحاضرة. تاني تجيب لي صورة من الصور التاريخية. دي بقى صورة عمرها 54 عام، فيها البابا مكاريوس الثالث بيتكلم مع رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا. حكاية النقراشي باشا ده كان مرة جه بعد وزارة الوفد، وكان صعب انه ينجح في الانتخابات، وكان كتير من الشعب أمية، ناس أميين ما يعرفوش الجراية والقراءة والكتابة. فكان يجي الواحد من دول من الفلاحين يسألوه بتقرأ ولا ما بتقراش، يقول ما بنقراش، يقول هو بيقولوا النقراش. وغالبيتهم كل واحد منهم بيقول ما بنقراش ما بنقراش. على كل صورة كويس. على فكرة أنا مرة قابلت ابن النقراشي باشا في مش عارف في النمسا ولا في حاجة زي كده، وقلت له تحب أقول لك نكتة؟ قالوها على أبوك. قال لي ما فيش مانع. فقلت له الحكاية دي فانبسط. وفي مطرنا زمان هنا يقول فيها نيافة أنبا باسيليوس أسقف إسنا والأقصر، ده بيعتبروه من القديسين، موجود في الصورة. وأنبا كرولوس أسقف إثيوبيا، ده تنيح الله ينعم نفسه، كان آخر مطران لإثيوبيا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن ايه في افسس 5:15 بيقول اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. اسلكوا بتدقيق لأن التدقيق صفة من الصفات العامة، يعني في فضائل خاصة زي التواضع زي الوداع إلى آخره، وفي فضائل عامة تخش في كل فضيلة على الإطلاق. يعني مفروض التدقيق من الفضائل التي تدخل في كل فضيلة، والتدقيق معناه ان الانسان يكون منضبطا في كل التصرف ليه، لا يتطرف يمنة ولا يسرى، انما يسلك بالتدقيق، له مبادئ يحرص عليها ولا يتنازل عن شيء منها ولا يحبط على شيء منها. وفي التدقيق لا يتساهل في أي شيء، إنسان مدقق يحترس من أي خطأ مهما كان قليلا، ويتصرف تصرفا سليما متزنا
لا تسيب فيه ولا إهمال. الإنسان المدقق يدقق في كل شيء، يدقق في الكلام، يدقق في الفكر، في الحواس، في التعامل مع الناس، في علاقاته مع الآخرين، في كل شيء. يعني من جهة الكلام، الشخص المدقق يضبط كل كلمة في نفس معناه، بحيث لا يفهم منها غير ما يقصده، كلمة موزونة مترتبة. في ناس في الألفاظ بيمشوا على كيف. أنا فاكر في مرة من المرات أحد الشيوخ الكبار قال لي اهديني كتابك في الشعر، فأهديته إليه، وبعدين اتقابلنا بعد كده قال لي لقد قرأت كتابك في الشعر كله، فقل لي ما هي آخر قصيدة كتبتها. قلت له آخر قصيدة لم أكتبها بعد. التعبير مش دقيق. آخر قصيدة، طب ما ممكن الواحد يكتب قصيدة بعد كده. في واحد مثلا لا يدقق في الكلام من نوع المبالغة الشديدة، يقول لك كل الناس بالشكل كده. مين قال لك كل الناس؟ وده تعبير خاطئ. غالب، في الغالب كل ما يستعمل إنسان كلمة كل يقع في خطأ. يعني لما يقول لك كل سكان البلد الفلانية بخلة، نقدرش نقول الكلام، جايز فيه ناس في منتهى الكرم لكن مش بخل. أو يقول لك الشعب الفلاني شعب نيرفس، ينفعل بسرعة، ما نقدرش نقول إن شعب بحاله من هذا النوع. ده حدث في بعض الأوقات إن أحد رؤساء الأديرة كان يقول للواحد لما يجي له أنت من بلد إيه؟ يقول له من بلد الفلانية، يقول له يبقى ما تنفعش. ليه بس يا سيدنا؟ يقول له كل ما ينفعش. إزاي؟ لأنه واخد فكرة إن البلد دي كلها كما لو كانت طبع واحد، بينما جايز يكون بيت واحد فيه أخين كل أخ له طبع غير الآخر، أو أختين كل واحدة طبعها غير الآخر. فما نقدرش نحكم على بلد كلها بهذا الشكل. فالإنسان الذي لا يزن كلامه ويقول حاجات زي كده بيقع في خطأ. زي مثلا واحد يقول حديقة فيها أزهار مختلفة، عمرهم ما اختلفوا الأزهار مع بعض، مختلفة الألوان، يقول متعددة الألوان، لكن مختلفة دي مش داخلة دماغي. أنا باستمرار ما احبش كلمة مختلفة. أو يقول حضر الاجتماع مجموعات من شعوب مختلفة أو من جنسيات مختلفة. ليه نقول شعوب مختلفة وجنسيات مختلفة؟ تعبير مش دقيق، تعبير مش دقيق. الإنسان المدقق يوزن كل كلمة بيقولها، ومش بس يوزن كل كلمة يقولها، ويكون مدقق في المناسبة
التي تقال فيها الكلمة. في ناس يتعودوا ألفاظ معينة يقولوها باستمرار ويقعوا يطبوا طبة كده، زي واحد كان كل ما يقابل واحد يقول له بنسبة سعيدة بنسبة سعيدة بنسبة سعيدة، فقابله في جناز فقال له برضه بنسبة سعيدة بنسبة سعيدة، يبدو ده احنا في جناز. هو متعود يقول اللفظ ويستمر فيه بهذا الشكل. الإنسان المدقق في كلامه يوزن كلامه، لا يتكلم بسرعة. دايما اللي يتكلمه بسرعة 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 ممكن يقع في خطأ، لكن اللي عشان كده الرسول قال ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. لما يبطئ يبقى معناها بيفكر ايه الكلمة اللي يقولها، مش بس يدقق في الكلمة اللي يقولها صح ولا خطأ، انما يدقق في تأثير الكلمة على السامع، تأثير الكلمة على السامع، ردود الفعل بتاعت الكلمة دي يبقى فيها ايه، ايه رد الفعل. زمان وانا صغير كنت يعني لسه لم اتعود هذه الروحيات، فلما ابتديت في طريق الروحي وطريق التدقيق كنت قاعد اتكلم وسط الناس وارقب ايه الاخطاء اللي اقع فيها واكتبها في نوت عشان ما اعملهاش تاني. يعني واحد يتكلم في موضوع اروح مقطع وقال له يقول لي ارجوك استنى لما اخلص كلامي، اروح كاتب في النوتة لما واحد يكون بيتكلم تستنى لما يخلص كلامه وبعدين تتكلم. الاقي واحد مثلا بيتكلم في موضوع وفي قاعدة خاصة وبعدين انا انتقد الاخطاء الموجودة في كلامه، وبعدين يقول لي يعني يا اخي ما لقيتش في كلامي حاجة صح، مفيش غير الغلط بس، اروح ضربها في مخي واقول انا غلطت في الحكاية دي واروح كاتب في النوتة بتاعتي لما تتكلم عن واحد شوف النقط الصح والنقط الغلط. اهو ده التدقيق في النقد، التدقيق في ايه؟ في النقد. يعني لما انت تيجي تنقد حد مفروض تكون فير، فير يعني عادل يعني مدقق، وده اللي كنا بنشاهده في المؤتمرات المسكونية، يطلع واحد يقول فلان اتكلم فيعني نوافقه على كذا وكذا وكذا، ولقد أحسن في النقط الفلانية كذا وكذا، وكان رائعا في الجانب الفلاني من كلامه، غير أنه غير أنه دي تيجي بعد الكلام كويس، غير أنه في النقطة الفلانية قال كذا ونحن لا نستطيع أن نوافقه على ذلك، ولكن ربما يكون قد قالها بالمعنى الفلاني ويقصد كذا من النية الحسنة. الكلام يتوزن، لكن مش واحد يتكلم ويكون من غير المدققين في الكلام واللفظ يقوله زي رجم الطوب كلام مش تمام. عشان تكون مدققا في أحكامك على الناس، إذا أتيحت لك فرصة تقول الكويس والوحش، لكن ما تقولش غير الوحش يبقى مش مدقق في كلامك. التدقيق يقول كل حاجة.
أيضا الإنسان يكون مدققا في ضحكه ومزاحه. في إنسان لما يضحك مع الآخرين ساعات يقول كلام يجرحهم فيه بأسلوب الهزار. أنا دايما بقول اضحك مع الناس ولكن لا تضحك على الناس، اضحك مع الناس ولكن لا تضحك على الناس. المدقق في مزاحه وضحكه لا يعمل على جرح الآخرين ولا على السخرية بهم والاستهزاء بهم أو يضحك الناس عليهم، لا يتهكم ولا يهين غيره، إنما يكون مدقق. يقول لك فلان ده ما يخرجش العيب من فمه أبدا، من فمه لا يخرج العيب إطلاقا. إنسان كل كلمة يقولها بميزان. يعني ايه بميزان؟ يعني بتدقيق، يوزن الكلمة كويس كويس ويقولها. لذلك الإنسان المدقق في كلامه كما قلت لا يجرح الآخرين. فالسيد المسيح في العزة على الجبل قال من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم. ده التدقيق في الكلام. قرأت للقديس أوغسطينوس أنه لما جه في شرح العزة على الجبل أنه قال كلمة رقى يعني أقل كلمة في الاحترام، زي ما تقول له واحد أنت بدل ما تقول له حضرتك، أدي رقى. طب إحنا مدققين بهذا الشكل؟ هل الواحد كل كلمة بيكون مدقق فيها بهذا الشكل بحيث ما يغلطش في الكلام أبدا، يكون حريص في كل كلمته؟ تلاقي ناس مجتمعين مع بعض كل واحد بيقول زي ما هو عايز، ولكن واحد فيهم حريص في كل كلمة يقولها، حريص في كل كلمة يقولها، مدقق في كل كلمة يقولها. ساعات البعض يقولوا بدافع الدالة، بدافع الدالة بيننا وبين البعض، ناس واخدين على بعض يعني ما نحبكهاش قوي. صحيح ما تحبكهاش قوي لكن ما تسيبهاش قوي. فالمدقق، المدقق هو في وضع متوسط بين التسيب والتزمت، لا دي ولا دي، لا دي ولا دي. واحد مثلا يكون مدقق من جهة الوقت، مدقق من جهة الوقت يعني يكون مواعيده دقيقة. أما ليه بنقول مواعيد دقيقة؟ يعني فيها التدقيق. مش واحد يقول لك انا هجي لك الساعة 9 هيجي لك الساعة 10 او 11 يقول لك ولا مؤاخذة ولا مؤاخذة، ولا مؤاخذة دي تحل اشكال. لازم الواحد يكون عنده دقة في مواعيده، يدقق من جهة الوقت ومن جهة توزيع الوقت توزيعا عادلا.
من جهة توزيع الوقت توزيعا عادلا. يعني وقتك بتوزعه توزيع عادل، جزء للعمل، جزء للدردشة، جزء للفائدة الروحية، جزء لصلواتك، جزء لتأملك، جزء لقراءاتك، ولا وقتك كده سايبه من غير ضبط؟ طب إن كنت وقتك سايبه بدون ضبط، فوقت الآخرين لازم تكون منضبط فيه. مش تكلم واحد ما تعرفش فاضي ولا مش فاضي وتاخد في المكالمة نص ساعة ربع ساعة. طب ما جايز هو مشغول، جايز مش فاضي. جايز عنده مسؤوليات. إن كان وقتك رخيص عندك، جايز وقت الآخرين ليس رخيصا، فتكون مدقق. الإنسان المدقق يحترم وقته ويحترم وقت الآخرين، يحترم وقته ويحترم وقت الآخرين. أيضا الإنسان المدقق يكون مدققا في التزاماته بعبادته، يعني ملتزم بالصلوات معينة، ملتزم بالتسبحة، ملتزم بالمزامير، يكون دقيقا في التزاماته. لكن الشخص اللي ما يكونش دقيق في التزاماته الروحية، حياته تبقى فشل، فشل روحي، فشل روحي. ساعات الإنسان بيعمل تدريب روحي في التدقيق، تدريب روحي في التدقيق لأي نوع من الأنواع اللي قلناه، يعمل تدريب روحي، يحاول يكون مدقق فيه. يقول النهاردة أنا هاخد تدريب روحي في التدقيق في الكلام، بحيث ما غلطش في أي غلطة، وفي التدقيق في الضحك والمزاح. من ضمن الحاجات التي لا ندقق فيها الفكاهات اللي بنطلعها عن الصعيدة بس. طب ما فيها أغلاط روحية كثيرة، فيها أغلاط روحية كثيرة وعدم تدقيق. ولا شك أن الصعيدة فيهم أشخاص في منتهى الذكاء وفي منتهى الحكمة، على الرغم من الضحك اللي بيتقال عليهم ده، لكن ضحك بدون تدقيق. الإنسان المدقق يكون مدقق من جهة مسؤولياته، سواء مسؤوليات العمل، الوظيفة اللي بيأكل منها عيش، أو مسؤولياته الروحية، مسؤولياته في الخدمة. فاكر زمان على ما أظن سنة 66 ولا حاجة، فكرت ان انا اعمل اجتماعات للخدام وللامناء، واجيب ناس من كبار المتكلمين عشان يجوا يتكلموا، وابص الاقي في يوم هذا المتكلم ما جاش. طب والاجتماع يضيع، والمئات المنتظره دي راحت عليها. فكنا لعلاج هؤلاء الذين لا يدققون نخلي فيه احتياطي للمتكلم، يعني المتكلم فلان واحتياطه فلان، واحتياطه دي في سرنا احنا،
لأن لو قلناها كده هيعتمد عليها وما يجيش. ليه؟ لأنه غير مدقق في مسؤولياته في الخدمة. وبالشكل ده في الأسرات الروحية كان يعزمه متكلم مشهور يجي يتكلم في اجتماع وبعدين في آخر فرصة يقوله ما جاش. معناه ايه الكلام ده؟ معناها ان عدم التدقيق بيسبب عدم الالتزام، وعدم الالتزام بيسبب نوع من التسيب في الخدمة. عايزين واحد يضبطه. الانسان لازم يكون ايضا مدقق في فكره، مدقق في فكره، يعني يعرف ايه الفكر اللي يصلح انه يشتغل فيه واللي ما يشتغلش، ويضبط افكاره، يضبط افكاره بكل دقه. يحاسب نفسه بتدقيق أكثر مما يحاسب غيره. بكل التدقيق يحاسب نفسه، يحاسب نفسه بتدقيق. دي فكرتني بكلمة القديس مكاريوس الكبير لما قال لأحد الأخوة الذين أخطأوا، قال له أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. يعني يحاسب نفسه بتدقيق، يعني لا يعذر نفسه، لا يبرر نفسه، لا يقلل من قيمة خطاياه، يحاسب نفسه بتدقيق. وينظر الخشب التي في عينه قبل أن ينظر القزة التي في عين أخيه. مشكلة الناس انهم بيقسموا الخطايا لخطايا كبيرة وخطايا صغيرة. يقول لك الخطايا الكبيرة دي ندقق فيها، لكن الخطايا الصغيرة مررها كده وما ما تدققش. مين قال ان في خطايا صغيرة؟ جايز في نظرك صغيرة وفي نظر ربنا مش صغيرة. جاي الصغيرة وتتحول لكبيرة، من عارف. اعرفوا ان اي عيب في شيء ينقصه كماله، اي عيب في شيء ينقصه كماله. فلازم الانسان يدق في مقاومة الخطية ايا كان. الإنسان المدقق مش بس بيدقق في مسألة الخطية، ده يدقق حتى في الشيء الكويس الذي لا يليق، زي ما بيقول الرسول كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. يبقى ده المدقق، انه ياخد باله من الاشياء التي لا تبني حتى ان كانت تحل ولكنها لا تبني. بل اكثر من هذا، ان الانسان المدقق يدقق في حركاته وفي صوته. كان يجي ناس علمانيين عندنا يزوروا في الدير، فواحد ينده لواحد بتزعيق، نقول له ايه يا ابني ده، انت في الشارع، انت في دير، ده مكان مقدس، ما يصحش انك تعلي صوتك ابدا. او يجري، ما يصحش انك تجري. على رأي واحد من الاباء بيقول في النصائح حتى من جهة الصوت، يقول الإنسان الروحي بالرفق يفتح بابه ويغلقه.
بالرفق، واحد يزق الباب كده بعنف، دي لا. في ناس كتير لا يدققون في الأسانسير، ساعات بتحصل عندنا واحد يفتح الأسانسير وما يقفلوش، يتك عليه كده أو يقفل ويسيبه ويخبط في بعضه، أو التليفون. يا ريت الواحد يكون مدقق في هذه الأمور، يدخل الكنيسة بكل خشوع، يكون مدققا في حركاته، لا يجري فيها ولا يرفع صوته فيها. لازم الإنسان يكون مدقق في التعامل مع من هو أكبر منه، سواء أكبر منه سنا أو أكبر منه مركزا، يكون مدقق. يعني الكلمة العادية اللي يقولها لأي واحد ما يقدرش يقولها لواحد أكبر منه، يكون مدقق في احترام الكبار. وأيضا في أحاديثه يكون مدققا في أنه يتمسك بالموضوعية وليس بالشخصية، يعني يطرق المسألة من ناحيتها الموضوعية وليس من ناحيتها الشخصية. واللي يعمل كده يكون مظبوط، محدش يمسك عليه غلطة أبدا، يقول الموضوع ده خطأ في كذا كذا كذا، من غير ما يقول فلان خطأ في كذا كذا كذا. اعرفوا ان الشيطان يحارب التدقيق، لان عارف ان الشخص المدقق هيصل الى الكمال. اللي يدقق في الفكر لا يقع في العمل. يعني على رأي القديسة سارة، الأم سارة الراهبة، بتقول الفم الذي تمنع عنه الخبز لا يطلب لحما، والفم الذي تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا. النصيحة رهبانية يعني. زي مثلا الشخص المدقق في الرجيم، اشمعنى يكون مدقق في الرجيم وما يكونش مدقق في حياته الروحية؟ يقولش ما كلش الحاجة الفلانية دي احسن، اسمن بالسين مش بالثاء، احسن اسم او احسن ادخل، ما خدش الحاجة الفلانية احسن تزود السكر، احسن تزود الكوليسترول. طب ما دام مدقق كده ما تكونش ليه مدقق في روحياتك؟ ده حكاية الرجيم دي تدريب لكي تتعلم التدقيق في اشياء اخرى. اللي بيفقد التدقيق يقعد له اسبوع اسبوعين يدقق في ما ياكلش حاجة حلوة، ويجي في يوم ياكل له طرطاية، يضيع اللي فات واللي جاي. مالك يا فلان؟ يقول له معلش من نفسه. لا، لازم يكون تدقيق. إذا الشيطان حاربك في التدقيق لا تخضع له. جايز يقول لك لازم يكون عندك مرونة، مرونة يعني flexibility، يكون عندك مرونة. ليكن عندك مرونة، لكن المرونة لا تكسر القيم اللي عندك. في قيم معينة تتمسك بها، مهما دخلت في المرونة لا تكسر القيم اللي عندك.
كمان في فرق بين التدقيق والوسوسة. يعني واحد يدقق فيقع في الوسوسة ان كل شيء غلط. لا، مش كل شيء غلط، خليك موزون، تعرف الصح من الغلط. او الشخص اللي عنده وسوسة يؤثم ما ليس بإثم، او يكبر من قيمة الاخطاء، او يقعد يقول انا ضعت، انا غلطان، انا هروح، يخش في الحاجة اللي يسموها عقدة الذنب، sense of guilt، يبقى واقع. لكن الشخص الروحي مدقق ما بيقعش في الحاجة دي. اكتفي بكده عشان نكون مدققين في المواعيد.